طرقات بلدة رومية المتنية لا تشبه سائر الطرقات اللبنانية اليوم، فلا نفايات منتشرة ولا حتى مستوعبات لشركة سكلين، والسر يبدأ من المنازل. عم بعمل فرز مثل ما شفتي، في مستوعبين، واحد للنفايات العضوية والثاني مشان النفايات يلي فينا نعيد تدويرهم، مثل الأنان البلاستيكية، الكرتون، الكانز تبع الكونسيرف، مشان تاع البلدية تاخد المستوعبات للنفايات العضوية، ومرة بالجمعة النفايات يلي بينعاد تدويرها. دكتور يوسف طوق، وهو من أول من بدأ بعملية فرز النفايات من المصدر منذ منتصف التسعينيات، رافقنا بجولتنا في بلدة رومية لمشاركة أهلها وبلديتها بتجربته. إذا فرزت النفايات بالبيت حليتي 70% من المشكلة، يعني حطيتي النفايات يلي بتتخمر لحالها ومع ورق التواليت، ورق الكليماكس إلى آخره، حطيت النفايات يلي ما بتتخمر كمان تنحط بمكب وتنفرز، الازاز لحاله، البلاستيك لحاله، الكرتون لحاله، وكل شيء بيروح بيرجع عوده تصنيع او تدوير. وفي قسم بيبقى قسم 20-30% من هالنفايات هيدي لا بتتخمر ولا يعاد تصنيعها، بينحرقوا بالمعامل اذا بدهم، فينا نحرقهم او فينا نعمل استكاز او فينا نخمرهم، وهودي شغلات ما بتقدر. وين بنحط البطاريات؟ بأي مستوعب؟ مستوعبات سكلين رفعت عن الطرقات واستبدلت البلدية ببراميل بلاستيكية خاصة بكل منزل تمكنها من مراقبة مدى التزام السكان بفرز النفايات، وخصصت أيام لجمع كل نوع من النفايات وأكياس صفراء للنفايات الغير عضوية. أيام الصعبة العالم بتتقبل الحلول الجذرية أكثر من الأيام العادية، فقلنا بدنا نبلش بالفرز بقلب البيوت. قدرنا عملنا موبيليزيشن لحوالي 15 شاب وصبيه، وقسمناهم كل اثنين بياخذوا حي من الضيعه، عملنا لهم سيركيلير كتابي انه بدنا نفرز اشياء العضويه وبذات الوقت الاشياء الكرتون وكذا. فصرنا نلاقي انه هالكميه اللي عم نشيلها قليله، والارض اللي عندنا الصغيره عم نقدر عم بتساع كل هودي حتى نكون لقينا حل. بذات الوقت الاشياء الغير عضويه المفروزه يلي هي الكرتون مثل ما قلنا وبلاستيك وحديد وكذا، عم يجينا عروض انه بيدفعوا لنا حقها، ومن هالمصاري اللي ندفع تكاليف الزياده منشان لم النفايات المنزليه العضويه من البيوت. بعد ايجاد حل مربح للنفايات الغير عضويه، تبحث البلديه اليوم عن حل للنفايات العضويه. بالنسبه للنفايات العضويه الشغله بعدها هينه، يعني قطعه ارض سواء كان على صعيد منزل أو على صعيد بلدية أو على صعيد مدينة ما في داعي أبداً تكون كتير كبيرة، تنحط فيها النفايات 10 ما تكون مسكرة بكياس نايلون، تنحط تنمد كطبقات من ضمن مواصفات معينة، بتتغطى بشوية تراب، بتتخمر وبدون ريحة وبدون أي ضرر، فيكم تستعملوها لتسميد كل الأحراج وكل البارك اللي عندكم ياهم. والله أنا بشوف إنه فيها إمكانية معقولة كتير وجدير إنه واحد يجربها يعني. نسبة التزام سكان رومية بالفرز من المصدر بلغت في الأسبوع الأول 65%، ما يدفع البلدية بالتفكير بالتوقف النهائي عن التعامل مع أي شركة سكلين كانت أم غيرها، وبتحويل نفاياتها اللي كانت تصرف عليها الملايين إلى مصدر للربح.